خش يا فندم. هذه هم في دور عربي أمينة بن داود. أمينة بن داود في دور البيئة. رابحة كلمة في دور المدعي العام. أمينة بن باز في دور التلوث. زهير الناصر وعبد الوهاب حميدي وحجاز بيان المحامين. يحيى العدل يحيى العدل يحيى العدل. فليدخل
سيدي القاضي، أيها الإخوة الحضور، إن موكلي قطف الأزهار الدافئة واليابسة التي كانت تشوه منظر المدرسة، وحارس المدرسة يشهد على ذلك. وأين حارس المدرسة؟ فليدخل حارس المدرسة. اسمك وسنك ومهنتك؟ قل والله العظيم أقول الحق. الأزهار التي مسكتها بيد التلميذ كيف كانت؟ صح كانت دافئة ويابسة. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم بإحضار بذور أخرى للحارس لكي يزرعها في حديقة المدرسة. اسمك وسنك وقسمك؟ اسمي سليمان محسن، عمري 11 سنة، اسمي هو سنة الخامسة ابتدائي. قل والله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. ما هي تهمتك؟ تهمتي هي قصف حنفية المدرسة. الكلمة للمدعي العام. سيدي الرئيس، أيها الإخوة الحضور، جريمة هذه المرة تختلف عن سوابقها، فالمجرم الواقف أمامنا لم يحرم نفسه لذة شرب الماء، بل عمد إلى الحنفية وكسرها. لذا أطلب من محكمتكم الموقرة تسليط أقصى العقوبات عليه حتى يكون عبرة لغيره، ولا تأخذكم رحمة ولا شفقة منه. الكلمة للمحامية. سيدي الرئيس، أيها الإخوة الحضور، إن الموكلي فعلا تكسرت الحنفية في يده، ولكن كيف ذلك؟ لقد خرج موكلي من اختبار الرياضيات الذي أنشى فريقه قاصدا الحنفية ليبدله، وللأسف الشديد بعد الحنفية عنه جعله يحاول تقريبها منه فتكسرت. لذا أرجو من سيادتكم العفو عنه. المحكمة على المتهم بأن يشتري حنفية جديدة وإحضارها للحام المدرسة. فليدخل المتهم الرابع. اسمك وسنك ومهنتك؟ من تلوث، عمري ممتد بين السنين، أما مهنتي فهي إفساد البيئة. الكلمة للمدعي العام. سيدي الرئيس، أيها الإخوة الحضور، إن المجرم الواقف أمامكم جمع على نفسه كل مصائب البيئة، فمن القمامات القذرة إلى النفايات السامة إلى دخان المصانع. لذا أطلب من سيادتكم معاقبته وحماية بيئتنا الجميلة.